سلام البنات، كي دايرين؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم نهار جديد، اليوم غادي نخرج واحد الخريجه، غنمشي انا وماما وخالاتي كاملين، غنمشيو عند خالتي، غادي ندوزو عندها العشيه. الصراحه عيطات علينا وغنمشي، وهانتوما معايا غنشارك معاكم كل شيء، داكشي اللي كاين، وخليكم معايا حتى الاخر. هانتوما البنات، كي وصلت عند خالتي مباشره عطاتني الحلوه نستفها في التفصيل كما كتشوفوا، وانا غادي نستفها، وهانتوما معايا خليكم حتى الاخر. هانتوما البنات، كما كتشوفوا هذا هو التبسيط ديال الحلوه من بعد ما استفتو. الصراحه كيجي زوين على هاد الشكل. ايوا هذا مكان مهم. دابا حنا غادي نعمرو اتاي، ومن بعد غادي نحطو الحلوه ان شاء الله. هانتوما البنات، حنا عمرنا اتاي، دابا غادي نحطوه مع هاد الحليوات، وخليكم معايا. هانتوما البنات، من بعد ما شربوا اتاي وكلاو الحلوه، دازت خالتي نيشان بدات كتسقي. الصراحه كنت بغيت نشارك معكم الطريقه ديال هاد المدهوسه. الصراحه جات بنينه 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 لواحد الدرجه ما نقولش ليكم. الصراحه كديرها واعره. قالت لي ما جيتيش بكري، وانا اصلا نيت ما جيتش بكري، كنت شاركتها معكم، ولكن ماشي مشكل. قالت لي مره اخرى غادي نعاودها وشاركيها معاهم. ايوا هذا مكان، دابا غادي نحطو ليهم باش مهم هذه العشيه غادي نحطوها ليهم، وهانتوما معايا. هانتوما البنات، من بعد ما رجعنا الصراحه ما عاود صور حتى حاجه عند خالتي، جينا جلسنا شويه هنا حدا الباب. مهم تصبحوا على خير، حتى الغدا مازال باقي الفيديو غادي صباح الخير البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي صبحتوا مزيان؟ المهم اليوم غنشارك معكم واحد الكاليت، الصراحه كيجي زوين. غادي نديروه للفطور. هانتوما عندنا كاس الزيت، كاس سنيده، كجوج بيضات، معلقه كبيره ديال العسل، والطحين حسب الخليط، جوج خمارات، وجوج فاني. هانتوما البنات، من بعد ما درت الكاليت في الفران يطيب، صايبت هاد الحريشه، درتها غير صغيره الصراحه، اختي الصغيره اللي تشهاتها ودرتها، وهانتوما معايا تنوجد الطبيله الفطور. هانتوما البنات، هادي هي الطبيله ديال الفطور ديالنا، كتجي بحال هكا الصراحه، كتجي زوينه. المهم هذاك هو الكاليت اللي صايبت معاكم، وهذيك هي الحريشه، وصافي هذا ما كان. المهم هو اننا غنفطروا مجموعين كما كتشوفوا.
ايوا هذا ما كان وصلنا لاخر الفيديو، وكنتمنى انكم تدعموني، واللي مازال ما اشتركش معايا في القناة يشترك ويفعل الجرس باش يوصلوا ديما الجديد.